سلام، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات رفلو فارت تشانل. اليوم رح نتعلم كيفية صناعة ضفدع بيقدر على الوسب من أسلوب طي الورق أو الأوريغامي. كل اللي بحاجة إله أنا إلى أوراق ملونة، بحاجة لمقص، لجلو أو تلزيق، مادة لاصقة، وعيون متحركة. إذا ما عندي عيون متحركة أنا ممكن أرسمهم بإيدي. الخطوة الأولى اللي بدي أعملها أنا بدي أبتدي برسم ورقة اللوتس اللي بيقعد عليها الضفدع ببركة الماء. أنا بحاجة لورقة مربعة مثل ما بتشايفين أنتو، أنا الورقة عندي هنا مستطيل. كرمال هيك رح اتني الورقة، طبق الأطراف على بعضها، بيبقى عندي جزء زايد، هيدا الجزء بدي استغني عنه، وأكيد عند استخدام المقص يجب الانتباه، معور أصابعي. بقي عندي أنا هون شكل ورقة مربعة. الآن بدي أثني الورقة إلى قسمين، ايضا الى قسمين، ليصير يرجع عندي شكل مربع صغير. من الجهه المغلقه بحطها بالاسفل، من الجهه المفتوحه رح قص خط مقوس للوسط وارجع اطلع خط مقوس اخر. بفتح الورقه، هون انا صار عندي ورقة زهرة اللوتس اللي بيقعد عليها الضفدع بقلب أرثة أو البحيرة. الآن لصناعة الضفدع أنا بحاجة لورقة مستطيلة وورقة تانية لأعمل البقع الموجودة على ظهره للضفدع. بجيب الورقة بحط الطرف الأول على الطرف الثاني بهالشكل، هيدا برجع بفتحها بنفس الطريقة، ولكن هالمرة من الجهة المعاكسة رح حط هالشكل. هون لاحظوا صار عندي إكس. هلا بدي أحط إصبعي بالوسط التقاء الخطين اللي أنا تنيتهم واتني الورقة بهالشكل هيدا. صار عندي إذا بتلاحظوا مثلث، 2 3 4 5 6، 6 مثلثات صار عندي. انتبهوا منيح. الآن بدي جيب الخط الأفقي، اضع اصبعي بالوسط وبجيبه وبدخله بهالشكل ونفس الشيء من الجهة المقابلة طبقه. عملي يحتاج الى دقة ولكنه ممتع جدا. وهيك انا صار عندي شكل، إذا بتلاحظوا شكل بيت تقريبا. القسم متحرك هنا وهنا أيضا القسم متحرك. الآن بدي أجيب القسم الأول وطلعه إلى الأعلى. هون أنا عم بساوي إيدين الضفدع الأمامية. ونفس الشيء من الجهة المقابلة هالشكل هيدا. الآن صار عندي إذا بتلاحظوا هون شكل بيت، ومن الجهة الأخرى أيضا كمان شكل بيت. هلأ بدي اتني أضع إصبعي بالوسط واتني بهالشكل. هون أنا بدأت بجسم الضفدع، إصبعي من الأعلى وأضع جسم
الضفدع من القسم الثاني، صار عندي الرأس، قدمين الأماميتين، الجسم، الآن لصناعة القدم. أنا بدي أعمل دخل اثنين الورقة. إذا بتتذكروا فيلم صناعة المروحة، نفس الطريقة بدي أعمل، بدي لفها للورقة بشكل زيكزاك، وهيك أنا صار عندي الضفدع بالأقدام الخلفية الأمامية والرأس. هلأ بدي أجيب تلزيق، أضع القليل منه. دايماً منذكر أنه القليل بس، ما أنه أنا إذا كترت راح يلزق مشروعي. نجيب ورقة من لون مختلف، بدي أنا بدي جزء بسيط جدا منها. رح اتنيها بعد شوي، وبدي أعمل 4 دوائر بقياس كبير نسبة للعينين، و4 دوائر أصغر. هوني أنا إذا ما بستحكم بالقص بسرعة بستخدم دوائر رسم دائرة وبعدين بلزق. الآن بلزق البقع على الجسم بشكل عشوائي، نرجع منجيب الورقة الخضراء اللي عملناها، منثبت، نرجع لف، سكرناه، وهيك انتهى مشروعي. ضفدع باستطاعته أن يسب، نشوف رفقاته كيف جايين عنده. إن شاء الله يكون عجبكم مشروعنا لليوم، بتمنى تجربوه ببيوتكم لأنه عن جد كثير حلو في الشغل فيه. ما تنسوا تعملونا لايك وسبسكرايب إذا عم بيعجبوكم مشاريعنا، وإلى لقاء آخر بفيديو جديد إن شاء الله. باي.